السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. حديثنا سأركز فيه على فهم الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف لعاشوراء الحسين. قلنا لأن الفهم عنصر من ثغرة نعيشها الفاصل بين التنظير والتطبيق لعاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فالإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف وهو الذي يمثل الفكر الإسلامي الأصيل، هذا الفهم الصحيح لعاشوراء هو الذي قاده نحو استنهاض الأمة والقيام بثورة غيرت مجرى التاريخ في العالم الإسلامي. الآن كل ما سأقوله هو كلمات الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف في عاشوراء الحسين وما تمثله مجالس أبي عبد الله الحسين ومواكب العزاء. لن نستطيع أن نستوعب كل كلمات الإمام، لكن هي مقتطفات من هنا وهناك من كلمات الإمام الخميني، أركز فيها على الجوانب الناصعة في جوهر الفهم الإمام الخميني لقضية عاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلسفة مجالس رثاء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول إن الموضوع الذي يطرحونه الآن على شبابنا هو إلى متى البكاء والعزاء؟ فهؤلاء يقولون تعالوا لنلغي مجالس العزاء ونخرج بمظاهرات ومسيرات نطالب فيها بعض المطالب في الحقوق والكرامة. فيقول الإمام الخميني نظرة هؤلاء، فهل يدركون ما معنى مجالس العزاء؟ هذا الفرق عندما يؤكد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف على حضور مجالس تعزية أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وتأكيد الأئمة الطاهرين على ضرورة الحضور في مجالس أبي عبد الله الحسين، لكن الفرق في كيف نحيي هذه المجالس. ماذا كان يريد أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال رثاء بعض الشعراء لهم ليبكوا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يقول الإمام إنهم لا يدركون أن هذه المجالس وهذا البكاء يهذب الإنسان ويخلق الإنسان السليم. الأمر الأول، هناك جانب أخلاقي سلوكي في نفس الإنسان،
تعنى به مجالس أبي عبد الله الحسين من دروس مدرسة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في مجالسه، لابد أن يخرج الإنسان المؤمن من هذه المجالس وقد اكتسب الفضائل، أن يصحح السلوك الخارجي، أن يهذب نفسه، أن يعبئ نفسه من خلال الإعداد الروحي لينفتح على الله سبحانه وتعالى. من أهداف مجالس أبي عبد الله الحسين هو هذا الجانب. إن مجالس العزاء هذه على سيد الشهداء عليه السلام، وذلك الإعلام المضاد للظلم. إذا مجالس أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الوظيفة الثانية تمثل إعلاما مضادا للظالمين، ضد الظالمين، إعلاما مضادا للظلم. إنما إعلام ضد الطاغوت مجالس أبي عبد الله الحسين إعلام ضد الطاغوت. أي طاغوت؟ مثلي لا يبايع مثله، يعني أي طاغوت، يزيد وغير يزيد. فلا بد أن يستمر بيان الظلم الذي وقع على المظلوم حتى النهاية. التركيز على واقعة كربلاء لا للاستغراق في تفاصيل وحيثيات القضية التاريخية، بل من أجل الثأر، من أجل تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الإمام الخميني: لقد كان الأساس الذي حفظ كل شيء إلى الآن هو سيد الشهداء، ولا بد لنا من حفظه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا من حسين، يعني أنه يحفظ دينه، أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يحفظ دين النبي بثورته ونهضته، وأن هذه التضحية قد صانت الإسلام، وعلينا أن نحفظ العزاء الحسيني. إن شبابنا لم ينتبهوا إلى أن هؤلاء يريدون القضاء على أساس العزاء الحسيني. فمجالس العزاء الحسيني تثير مشاعر الجماهير لكي يتأهبوا لكل شيء. ما هي وظيفة مجالس العزاء الحسيني؟ ما هي وظيفة مواكب العزاء؟ أن تلهب مشاعر الأمة لكي يتأهبوا لكل شيء، حالة من الاستعداد. مجالس العزاء ومواكب العزاء من أجل التعبئة، من أجل الإعداد والاستعداد لأي فرصة تنهض الأمة من أجل الثورة على الظالم. فعندما ترى الجماهير كيف قد قطعوا أبناء سيد الشهداء إربا إربا، عندما يذكر الخطيب ويصور الواقعة
كيف أن الإمام سلام الله عليه يقدم ولده علي الأكبر، يقدم ابن أخيه القاسم بن الحسن، يقدم طفله الرضيع. هذا التصوير. لاحظوا الإمام الخميني ماذا يقول. يقول: عندما ترى الجماهير، ترى هذه الصورة في حركة سيد الشهداء وتضحياته الجسام، كيف قطعوا أبناء سيد الشهداء إربا إربا، وكيف ضحى بشبابه بهذا الشكل منقطع النظير، يقول: ليسهل عليها تقديم أبنائها. ما هو الهدف؟ تصوير الخطباء لمجالس العزاء لواقعة كربلاء وتقديم الضحايا. اليوم مثلا ليلة السادس الأنصار، ليلة غالي العباس، ليلة الثامن القاسم بن الحسن، ليلة التاسع علي الأكبر، ليلة العاشر مصرع الطفل الرضيع، يوم العاشر مصرع الإمام سلام الله عليه. هذه المشاهد عندما يقرأها الخطيب على الأمة ينبغي أن تتأهب الأمة، تلتهب المشاعر. هذه الحرارة التي يقصدها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في قلوب المؤمنين حرارة، أو لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. شوفوا الإمام الخميني كيف يفهم هذه الحرارة، يقول: لكي تلتهب مشاعر الجماهير، حتى ماذا؟ تتأهب لكل شيء، تكون عندها حالة من الاستعداد للثورة دائما وأبدا. ويسهل عليها تقديم أبنائها، منخاف على أبنائنا. عندما نرى هذه المشاهد في كربلاء من المفترض أن يسهل علينا تقديم أبنائنا. فعندما نقدم شهيد ما يخرج رمز من الرموز ويقول نكفي أو يكفي تقديم شهداء، قل لا، سنقدم الشهداء شهيد تلو الشهيد حتى يسقط الطاغوت، وحتى يقف المعتدي عن هتك الأعراض والحرمات. يقول الإمام الخميني: إن شعبنا بشعوره، شوفوا كيف ربى الإمام الخميني جماهير الجمهورية الإسلامية، إن شعبنا بشعوره هذا وحبه للشهادة تقدم ووصل إلى الهدف. حبه إلى ماذا؟ إلى الشهادة. يقول الإمام الخميني: منذ أن كان صبيا كان يفكر بجمهورية إسلامية، مو إحنا نخرج ثورة بعد سنة ما نعرف شنو مشروعاتنا وخطواتنا العملية، وكأن الأوراق انتهت. الإمام الخميني كان يفكر بالثورة وقيام جمهورية إسلامية منذ أن كان في صباه. يقول: إن شعبنا بشعوره هذا وحبه للشهادة تقدم ووصل إلى الهدف. لن تصلوا إلى الهدف بدون حبكم للشهادة، بدون حبكم للتضحية. وكان السر هو أن حب الشهادة عكس على كل شؤوننا وعلى جميع أبناء شعبنا. لاحظوا كيف
وكان الجميع يتمنون هذه الشهادة التي نالها سيد الشهداء. عندما تبني في الأمة هذه الروح التضحوية وحبا للشهادة، ثم نتكلم عن إذا فهمت الأمة هذه القيمة، ثم نتكلم عن الإرادة للتحرك، تسقط الطواغيت أو لا تسقط. الشاه مو شخص عادي، الشاه مو صعلوك مثل هؤلاء الصعاليك، الشاه إمبراطور كان، كان يعتمد عليه، ومع ذلك أسقطه الإمام الخميني. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. سمعت من أحد المشايخ، أحد رجال الدين، يقول هذه المقولة مقولة أموية، يقول يعني يريدون للشيعة أن يعيشوا كل يوم عاشوراء، يعني حالة من الاستغراق في البكاء. أما الإمام الخميني، شوفوا كيف الفهم، عندما نفهم عاشوراء فهما صحيحا ننطلق في إحيائنا الصحيح، نطبق عاشوراء بشكل صحيح. يقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، كلمة عظيمة يسيئون فهمها. إنهم يتصورون بأن معناها هو ضرورة البكاء كل يوم. لكن مضمونها ليس كذلك. ماذا عملت كربلاء؟ أي دور أدته أرض كربلاء في يوم عاشوراء؟ يقول الإمام الخميني ينبغي أن تكون كل أرض هكذا، كما قامت أرض عاشوراء بذلك الدور، ينبغي أن تقوم كل أرض بنفس هذا الدور. إن دور كربلاء كان يتمثل بمجيء سيد الشهداء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ومعه فئة قليلة إلى كربلاء ليقفوا بوجه ظلم إمبراطور الزمان يزيد، ففضحوه فقتلهم. وقفوا بوجهه فقتلهم، لكنهم لم يقبلوا الظلم فهزموه. عندما لا تنكسر إرادة الناس، عند ذلك الظالم يهزم. لكن إذا انكسرت إرادة الناس من الداخل، الظالم ينتصر. يقول لابد أن يكون كل مكان هكذا، ولا بد لشعبنا أن يدرك أن اليوم هو عاشوراء، فلا بد لنا من الوقوف بوجه الظلم وأن هذا المكان هو كربلاء. يقول الإمام فلا بد لنا من تنفيذ دور كربلاء، فليكن كل يوم عاشوراء. ولأنه ليس محصورا بأرض محدودة ولا بأفراد محدودين، فكل الأرض وكل الأيام يجب أن تؤدي هذا الدور، دور كربلاء. في كتاب عنوانه سيكيولوجيا الجماهير
عبارة عن دراسة لنفسيات الناس ونفسيات الجماهير. هذا الكتاب الفائدة فيه أنه يعلمك لماذا الجماهير تنهض مرة واحدة، يعني جمع غفير ينهض في الوهلة الأولى ثم يتراجع شيئا فشيئا ويخبو صوتهم ثم يقبلوا بأي شيء يعطى لهم. من الأسباب، هناك شيء في الإعلام يخاطب نفسيات الناس يسمونها السيكولوجيا الجماهير، لها علاقة كيف تعطي عقلك الباطن الفكرة الإيجابية التي تعطيها عقلك الباطن. فإذا قلت أنا لا أهزم واستوعب عقلك الباطن، يعطي إشارة إلى عقلك الواعي، وبالتالي العقل الواعي يحرك كل الحواس بإشاراته ويجعل منك واقفا في الساحات لا تتزلزل. ما هي الأدوات؟ من الأدوات السواد الموجود في المناطق والقرى. أغلب مناطق البحرين في السواد تتكلم عن البكاء الصرف. بعض السواد أو اليافطات التي تتكلم عن تحدي الإمام الحسين لطواغيت العصر ليزيد العصر. هذا اللي يسموها السيكولوجيا الجماهير. أنت عاد ما تمر في كل يوم 4-5 مرات مثلا إلى يافطة ملصق في جدار معين، كل يوم أنت رايح وجاي، كل يوم إن لفضل البكاء على الحسين كذا وكذا، خلاص أنت عقلك الباطن يستلم هذه الفكرة ويعبئها إلى عقلك الواعي، وصير حواسه كل شنو فهم إلى عاشوراء أن كل بكاء صرف. مو فقط السواد في عاشوراء، بل كل العبارات اللي احنا نمارسها في حياتنا اليومية. ولذلك بعض الرموز وبعض القيادات يستخدمون هذا الحس في خطابهم عندما يتكلمون عن مثلا الوضع الإقليمي. هو لا يخاطب عقلك الواعي، هو يخاطب عقلك اللاوعي، حتى تعيش أنت من الداخل على أنك غير قادر على النهضة والوقوف في الساحات. مجالس سيد الشهداء ودورها في فضح الظالمين. لاحظوا الإمام الخميني كيف يتكلم عن مجالس العزاء ومواكب العزاء. ما هو الدور التي ينبغي أن تأخذه هذه المجالس وهذه المواكب؟ يقول: لم يأتي منع رضخان وعناصر السافاك لمجالس العزاء عن عبث، ولم يكن رضخان يخالف هذا الأمر شخصيا. هذه مسألة التفتوا لها. ماذا اطلعتون اليوم على الخبر الموجود في الصحف اليومية أن هناك مكرمة إلى المآتم؟ تونا كنا نتكلم أمس، من المآتم سيستقبلون هذه المكرمة؟ ثم الزهراء تحضر تلك المجالس التي تقبل من الظالم التي هتك الأعراض والحرمات وقتل الأبرياء والمؤمنين وزجبهم في السجون والمعتقلات. لو كشف الغطاء لعلمتم غضب الزهراء وهي تبكي سلام الله عليها على الحالة التي تعيشها الأمة.
يقول ولم يكن رضا خان يخالف هذا الأمر شخصيا، بل كان مكلفا ومأمورا فعل ذلك من قبل الأعداء. دائما يركز الإمام الخميني على دور الاستكبار العالمي، على دور الغرب في التخطيط، لأنهم درسوا تاريخ الشعوب وخاصة الشيعة ووصلوا إلى حقيقة مفادها إن أهدافهم ومصالحهم لا يمكن أن تتحقق إلا بعد القضاء على مجالس العزاء هذه التي تذكر الناس بالمظلوم وتفضح الظالم. منع رضا خان للمجالس مو لأنها تعزي أبي عبد الله الحسين، بل لأنها ماذا؟ لأنها تفضحهم، تحاول إسقاطهم، لذلك منعوا تلك المجالس. ففي عهد رضا خان تم حظر إقامة مجالس العزاء ومنع الخطباء وعلماء الدين من ممارسة دورهم، وتعرضوا لمضايقات شديدة وبشتى أنواع الحملات الدعائية أدى إلى تخلفنا ونهب كافة ثرواتنا. هو يوقف المجالس التي توقظ الضمائر وتبث في الناس الوعي، حتى الناس يعيشوا حالة من الجهل. أنا أتخطر أنه في فترة من الفترات كان أحد النواب حفظه الله ورعاه كان يقول للخريجات الجامعيات، يقول أنتم نساء بعد سنة وسنتين بتتزوجون بيجيبون أطفال، بعد ما له داعي يعني تطالبون توظيفكم في الوزارة. حالة من الاستغفال للأمة، خلي يجيبوا المرتزقة هم اللي يستلموا الوظائف، أنت بدل أن تدفع باتجاه فرض إرادة الناس على الظالم تروح تعين الظالم على فرض إرادته. أنا كنت حاضر يعني في في اللقاءات اللي حصلت معه، لأني كنت منسق في بعض اللقاءات مع الخريجين الجامعيين. على كل حال أدت هذا التوقف أدى إلى تخلفنا ونهب كافة ثرواتنا. وفي عهد محمد رضا أيضا انبثقت نفس السياسة كانت وبشكل آخر وبأعمال القوة، فقط يكفي ماذا؟ تحريف أهداف مجالس أبي عبد الله الحسين. احنا بنخليكم تقيموا مجالس أبي عبد الله الحسين لكن لا تخالفوا سياستنا. الإمام يتكلم، الإمام الخميني هنا يقول وفي الوقت نفسه يحاول البعض السير على خطى رضا خان ويطلب بالكف عن إقامة مجالس العزاء لأنهم لا يفهمون ولا يدركون حقيقتها وأثرها، ولا يفهمون أن ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هي التي مهدت لثورتنا هذه. فيعين الظالم، يتصور أن نجاح الموسم العاشورائي إذا لم يتكلم الخطيب عن في السياسة، إذا لم يتكلم الخطيب عن نصرته للحق وخط الحق، إذا لم يتكلم الخطيب عن المظلومين والمحرومين والمضطهدين، يكتفون فقط بالدعاء في آخر مجلس الحسيني اللهم فك كل أسير حتى نحافظ على موسم عاشوراء 10 محرم. درس عاشوراء
لقد ذهب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كلام الإمام الخميني، بفئة قليلة وضحى بكل شيء للوقوف في وجه الظلم ورفضه. ولذا علينا أن نرفض الظلم في كل زمان ومكان كما فعل الحسين. يقول الإمام الخميني: عليكم أن تدركوا أن هذه الشعائر والمظاهر والأمور التي أوصى بها الإسلام ليست مجرد قضايا سطحية يراد منها أن نجتمع ونبكي وانتهى الأمر. كلا، ليس الأمر كذلك، وإنما نحن أمة البكاء السياسي. أمة البكاء السياسي، نحن أمة تصنع من دمع مآقيها سيلا عرمرما يحطم كل السدود التي تقف وجه الإسلام. هذا هو دور الدمع في مجالس أبي عبد الله الحسين. إذا لم تكن كذلك لن تكن للدمع القيمة التي يريدها الإمام وأهل البيت عليهم السلام في نصوصهم الواردة. يقول الإمام الخميني: ليست عندهم مشكلة مع البكاء وأن تجلسوا وتلطموا. الظالمين ليست عندهم مشكلة، خلي المجالس مفتوحة عندكم مآتم وخلي المساجد مفتوحة عندكم، لكن لا تتكلموا في السياسة، لا تخالفوا سياستنا، ولكن عليكم أن وتلطموا، ولكن عليكم أن تعطوهم نفطكم وثرواتكم. بيخلونكم تقيموا مجالس العزاء. الإمام الخميني يتكلم عن عاشوراء وهو يتكلم عن خيرات الأمة وثروات الأمة. قل التفتوا، من وظائف مجالس أبي عبد الله الحسين هذه خيرات الأمة، هذه ثروات الأمة يجب أن تصرف من أجل الفقراء والمحرومين والمستضعفين والمظلومين والمضطهدين، ونعيش حالة من الاستغفال. أول ما تأسست الصناديق الخيرية، هذا المشروع في نفسه، مشروع الصناديق الخيرية في نفسه تكافل اجتماعي صحيح، لكن لم نلتفت أن النظام عندما سمح لهذه الصناديق الخيرية أن هذا بعد وأهداف سياسية، بدل أن نحاول أن نضغط على الدولة من أجل أن ترفع حالة العوز عن الفقراء والمحتاجين، نروح نطالب من الصناديق الخيرية التي تجمع من نفس الفقراء والمحتاجين. ليست عندهم مشكلة مع البكاء وأن تجلسوا وتلطموا، ولكن عليكم أن تعطوهم نفطكم وثرواتكم. أقيموا من المجالس ما تشاءون، يسمحوا إليكم، يفتحوا المآتم، لو بيوزع مكرمات بعد على المآتم. أهم شيء أن تفكروا في نجاح موسم عاشوراء بالطريقة التي يريدها الظالم. ليست عندنا مشكلة، ولكن لا تسخروها لمخالفتنا. هذا منطق الظالمين. فهؤلاء الظالمين يخافون هذه المجالس من أبعادها السياسية، ولم تعد مجالسنا كالسابق رثاء بكاء لطم صرف، بل اليوم وعي، تعبئة، سياسة، قوة وقدرة، مواجهة، مقاومة.
هذه المجالس أبي عبد الله الحسين. ما هو واجبنا؟ هذا التساؤل في خطاب الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف. ما هو واجبنا على أعتاب شهر محرم الحرام؟ ما هي رسالة العلماء الأعلام والخطباء والوعاظ في هذا الشهر؟ وما هي مسؤولية فئات الشعب الأخرى؟ يعني بالإضافة إلى الوعاظ، بالإضافة إلى الخطباء، بالإضافة إلى العلماء، ما هي وظيفة أيضا الأمة، الناس، المجتمع؟ يقول الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف: لقد علمنا سيد الشهداء وأصحابه وأهل بيته واجبنا ومسؤولياتنا. ما هي هذه الواجبات والمسؤوليات؟ قال: التضحية في الميدان. هل المجالس اليوم تعبئ الأمة من أجل الحضور في الميدان؟ يقول: هذه مسؤولية المجالس الحسينية. والإعلام خارج الميدان، فبقدر قيمة وعظمة تضحية سيد الشهداء عند الله تبارك وتعالى ودورها في توعية الأمة، تركت خطب الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام والسيدة الحوراء زينب تأثيرها في نفوس الناس. علمنا الإمام الحسين وأهل بيته بأن لا نخشى نساء ورجالا مواجهة الطغاة. الذي ينتقد حضور الناس في المسيرات، انتقد نفسك، أين أنت من المسيرات؟ وضرورة التصدي للحكومة المستبدة. لاحظوا الإمام الخميني ماذا يقول: مسؤولية العلماء والخطباء والوعاظ والأمة، المجتمع، هذه المسؤولية. إن السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام واجهت يزيد ووبخته بشكل بحيث لم يسمع بنو أمية مثل هذا التوبيخ طوال حياتهم. ما كان أحد يقدر أن يواجه بني أمية من الأمة. زينب سلام الله عليها غير المعصومة، بطلة كربلاء، الامرأة وقفت بوجه يزيد. لقد أوضح لنا سيد الشهداء واجبنا ألا نخشى قلة العدد في ميدان الحرب، في ميدان المواجهة، في ساحة المعركة والمواجهة مع الظالمين، وألا نهاب الشهادة. فكلما سما فكر الإنسان وهدفه زادت معاناته بالمقدار نفسه. ولكن ينبغي للوعاظ والمبلغين الأعزاء والعلماء الأعلام والخطباء المعظمين انتهاز فرصة هذه التجمعات التي تتشكل في محرم وصفر للخوض في قضايا الساحة السياسية والاجتماعية
وتوعية الناس بواجباتهم ومسؤولياتهم. إذن ما هو الدور؟ ما هي المسؤولية من الخطباء والوعاظ والمبلغين والعلماء والأمة، مجالس أبي عبد الله الحسين؟ إذن الثغرة التي تفصل بين التنظير والتطبيق لعاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تكمن في طبيعة الفهم لعاشوراء. هذا فكر الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف، الفكر الإسلامي الأصيل الذي يعبئ الأمة، الذي يستنهض الأمة من أجل عزتها وعزة دينها وكرامتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين.